السلام عليكم. في ظل سيطرة الميليشيا على مفاصل الدولة ومؤسساتها العلمية والأكاديمية، تتجه اليوم إلى صبغ المؤسسات التعليمية بصبغتها. حدث أثار سخط الكثير من المتابعين والأكاديميين والناشطين إزاء انتهاك الحوثيين حرمة جامعة صنعاء، أقدم جامعة في اليمن، وتنظيم الندوة عن الصرخة الحوثية. من المفارقات أعزائنا المشاهدين أن كل جامعة العالم عبر مراكز أبحاثها تقوم باستعراض منجزاتها العلمية والمعرفية، إلا جامعة صنعاء التي في زمن الميليشيا تستعرض شعار الصرخة وتحتفي بشعار الموت ودوره الاستراتيجي. مفارقة مؤلمة تنقل لنا صورة مكثفة عما يحيط بالتعليم ومستقبل الأجيال والبلد برمته. إذن مشاهدينا الكرام، عن استباحة المؤسسات التعليمية من قبل ميليشيا الحوثي ستكون حلقتنا لهذا المساء. أناقشها مع ضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتور عبد الباقي. أسعد الله مساءك بالخير. دكتور، قبل أن نبدأ حوارنا عن جامعة صنعاء وما يحدث فيها، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. من صرخة الخميني إلى صرخة الجامعة. هذه الصرخة التي طافت على عربة البارود مخلفة الموت والدمار في كل أرجاء اليمن لتحط رحالها في صرح جامعة صنعاء. جامعة صنعاء التي ظلت بمنأى عن كل الصراعات السياسية تحولت من صرح علمي إلى منصة تردد فيها ميليشيات الحوثي صرختها وترفع لافتات تقدس الموتى وتعلو من شأنه. استباحة المؤسسات التعليمية بحسب أكاديميين استخفاف بالعقل الأكاديمي والطلاب في جامعة صنعاء واستهداف واضح لفكرة التعليم وقيمها. يقول الخبر الذي أوردته مواقع الميليشيا إن الوحدة الأكاديمية بجامعة صنعاء نظمت ندوة فكرية بمناسبة الذكرى السنوية لأسبوع الصرخة بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والأكاديميين لمناقشة تأثير الصرخة على واقع ومستقبل الأمة. هكذا ورد الخبر الذي لاقى ردود فعل تنوعت بين السخط والاستهزاء والانتقاد للتجريف الحاد للعمل الأكاديمي والانتقاص من القيمة العلمية لحملة شهادة الدكتوراه والانتهاك لحرمة جامعة صنعاء. قبل ذلك ترددت هذه الصرخة في جنبات المساجد وطغت على أصوات المآذن وتركت غضبا مجتمعيا تسبب بمظاهر احتجاج وهجرة للمساجد ذاتها. فهل تسعى ميليشيات الحوثي لمصادرة ما تبقى من مظاهر التعليم في اليمن؟ القصة لم تنتهي، فالصرخة التي أصبحت عنوانا بارزا لكل جرائم القتل والدمار والتشرد التي يشهدها اليمن تؤكد أن للصرخة بقية في تأثيراتها على الأجيال والتعايش المجتمعي لتفاقم معاناة 25 مليون يمني يتنازعهم الموت جوعا وقصفا وأوبئة. هذا دكتور، يعني الذكرى السنوية لإحياء الصرخة أو أسبوع الصرخة كما يقال، لو بدأنا معك بسؤال، هل أصبحت جامعة صنعاء تردد الصرخة؟ دعنا نناقش الموضوع بأكثر من منظور، طبعا يعني من جانب يعني علمي، وبنفس الوقت نحاول نناقش الموضوع في إطار الانقلاب على مستوى العلمي. كما تعلمين، عندما تفشل المشاريع الوطنية الكبرى تأتي المشاريع الصغيرة، بمعنى أن هذه مشاريع سلالية، مشروع صالح، مشروع عائلي. هذه مشاريع عندما المخلوع صالح أفشل المشروع الوطني كدولة وطنية يمنية موحدة، عندما فشلت من خلال أزمة سياسية، أزمة تنمية، أزمة هوية، أزمة اقتصادية، يعني كل هذه الأزمات المتراكمة، احتكار للسلطة وتجميعها في يد المخلوع، تصبح هنا تأتي مشاريع ويصبح هناك نوع من التدهور المعيشي وتدهور مؤشرة التنمية الإنسانية، ويهيمن السلطة الحاكمة الأقلية على كل مفاصل الدولة ومؤسسة المدنية والمالية وكل المؤسسات. تأتي هنا المشاريع الصغيرة في هذا الفراغ. مشاريع الصغيرة هذه المواطن أو الجماهير غالبا ما تذهب إليها بفعل فشل هذا المشروع. نحن الآن أمام عملية انقلابية هيمنة على المجال، وهناك فشل المشروع الوطني، بمعنى أن هؤلاء إذا ما وجدت الدولة كثيرا منهم
سيعود إلى حضن الدولة، هذا نوع من فشل المشروع الوطني. لكن هذا الكلام النظري، لكن على مستوى الواقعي هناك استهداف مباشر للجامعة لأنها المؤسسة القادرة على قيادة الحراك وقيادة المجتمع وصناعة القرار، ولذلك هناك استهداف ممنهج للجامعة منذ اللحظة الأولى للانقلاب. وكان استهداف الجامعة حتى إبان مرحلة المخلوع صالح عندما أفرغها من العملية الديمقراطية، كان العميد يعين، رئيس الجامعة يعين، تعيين ضباط الأمن، تعيين العمدة بالتعيين، كل هذه العملية حتى أدى الأمر إلى ما يسمى عدم دخول أبناء مناطق تعز إلى الجامعة وخفض نسبتها لصالح نسب منطقة أخرى، سيطرة الأمن القومي والأمن السياسي على الجامعة، كل هذا هو خوف وتمهيد لنقل السلطة وتوريث السلطة. ولهذا كانت الجامعة أبان قبل يعني إلى حد قيام الثورة الشبابية كانت تحت الرقابة الدائمة، وكان هناك تسجيل للدكاترة لمحاضراتهم، كان هناك دخول الجامعة لابد أن تكون من الحزب الحاكم أو من منطقة محددة، كل ذلك الهيمنة الأمنية على الجامعة أدت إلى طرد الجماعات والأكاديميين الممتازين لصالح جماعة لا تمتلك شهادة جامعية ولا تستطيع أن تراهن في علم الاجتماع، يقال الاعتراف في الحقل هناك حتى لو كان عندك شهادة، هناك من هو أكاديمي يعني في الحقل العام والحقل يعني بمعنى قد تكون لديك شهادة دكتوراه ولكن لست يعني عنصر رئيسي في حقل الأكاديمي، ولهذا ليس كل من يحمل الدكتوراه يحمل هذا الرأسمال الثقافي والأكاديمي. لكن يعني ما الذي حدث لهذا الرأسمال الثقافي؟ يعني شاهدنا أساتذة جامعيين افترض بهم أكاديميين، والإشكالية الكبرى أن هناك يعني مسمى الوحدة الأكاديمية، يعني انتهاك أكثر نحن تحدثنا لو كنت بس تعطيني بس بعد الاستهداف الأول للجامعة تم استهداف الثاني اللي هو بعد الانقلاب مباشرة. الانقلابيون ذهبوا إلى جامعة صنعاء وقاموا بتأسيس ملتقى الطلبة الجامعي لضرب اتحاد الطلبة، تأسيس ملتقى الأستاذ الجامعي لضرب النقابة الجامعة، السيطرة الميليشية على الجامعة، بهدف ماذا؟ بهدف أن هذا المكان ينبغي أن يكون تحت السيطرة وينبغي تدمير هذا المكتسب ليصبح خامل حتى لا يحدث أي تغيير أو يقود أي عملية تغيير. ومن هنا أنا أنبه هنا ودعيني أن أتحدث بروح وطنية وكعضو من أعضاء هيئة التدريس، جامعة صنعاء تتعرض إلى استهداف منهجي شديد. هؤلاء الكثير منهم أنا لا أشكك بشهائدهم، ولكن هناك بعضهم من هو منتمي وله مصالح، بعضهم من هو لا يمتلك رأس مالا أكاديميا وبالتالي يبحث عن حضورا في المشهد وبعض المنافع بهذه الصرخة ليحتل منصبا إداريا وليس موقعا أكاديميا في الحقل، وبالتالي هو لا يستحق ذلك ولكن يبحث عن ذلك. هناك أيضا جماعات مستفيدة من خلال التعيين ومن خلال خلق القيام الموازي في الجامعة، لقد تم خلق، وهنا أركز للجمهور اليمني، تم ضرب اتحاد الطلبة رغم أن كان هناك صراع بملتقى الطالب، هذا استهداف مباشر، ضرب نقابة جامعة صنعاء ومرهقة المدرسين وتهديدهم من خلال ملتقى الأستاذ الجامعي، تم يعني السطو على رئاسة الجامعة وتعيين رئيس جامعة عبارة عن ما يسمى يعني ديكور لقيادة خفية تسيطر الجامعة، تم السيطرة المالية على كل الواردات وهناك نهب منظم وهناك الآن تشريعات أيضا لهذا النهب، تمت السيطرة على الإدارة على النيابة الأكاديمية التي تسيطر على التعيينات والترقيات فقط لفئة معينة، وهذا خطير. يعني هناك عمل ممنهج، السيطرة الأكاديمية يعني ترقيات الطلبة، توظيف الأكاديميين، سفر المدرسين، كل ذلك، وتم تعيينات وترقيات لأشخاص لا يستحقون ذلك من أبناء هذه الفئة التي تدعي أنها فوق الشعب اليمني، وتم كثير يسمى النيابة الأكاديمية، وهناك أيضا الجانب المالي، كل ذلك تم السيطرة عليه، وهناك جهاز إداري كيان موازي. إذن نحن أمام استهداف، وهناك ترعيب، وهناك خطف لأعضاء هيئة التدريس، وهناك خطف لأبنائهم، هناك أيضا نهب سيارات أعضاء هيئة التدريس،
كل هناك منع المرتبات رغم أن هناك موارد عالية بهدف جعل الأستاذ الجامعي غير قادر على المطالب الحرية والاستقلال، فقط يبحث عن قوت يومه ويبحث عن بعض المال، يجعل أعضاء التدريس لا يجدون ثمن المواصلات. كل هذه العمليات ممنهجة حتى يجدوا نوع من الخنوع. ولكن أنا أقول هنا حتى أيضا ساهمت السلطة الشرعية في هذه الهيمنة، لأنها حتى الآن لم تعين، كان بالأحرى بها أن تعين رئيسا لجامعة صنعاء يدير جامعة صنعاء ويعطي لهذه القرارات لا شرعية من مأرب، وكان عليها كيف سيديرها مأرب؟ يديرها بالأخير هناك قيادة شرعية لجامعة صنعاء تدار في المناطق المستعادة، يتم اعتبار كل هذه القرارات ومراقبتها واستدعاء بعض الموظفين من صنعاء وتهريبهم إلى صنعاء، تهريب الداتا ديز أو ربط جامعة صنعاء بجامعة عدن أو بجامعة تعز وإدارة العمل. الآن هناك استسلام، يعني هناك فراغ، وبالتالي الانقلابيين يمارسون فراغ غياب رئيس الدولة الإعلامي، يمارسون فراغ غياب رئيس الحكومة، يمارسون الفراغ الأكاديمي ويسيطرون على الجامعة ويضربوا مستقبل الشعب اليمني. هذه مؤسسة كانت شبه مؤسسة جامعية، وكانت لا تصدر الديمقراطية ولا تقوم على أساس ما يسمى إعلانات الحريات الأكاديمية، تقوم على الانتخاب وتقوم على حماية الطالب وعلى مواكبة المناهج وعلى يعني الأعضاء التدريس يحافظون على الطالب وعلى مستقبله ويقوم بكثير من الأدوار. كل ذلك الآن يتم تقويضه وتدميره، ونحن نساعد بذلك. نحن الآن أنا لا أقول مهزلة، ولكن نحن أمام انقلاب لديه مشروع واضح وهو السيطرة. يعني الدخول بهذا الشكل الفجئ إلى جامعة صنعاء تجد أنه عمل ممنهج؟ هو عمل ممنهج ومن شخصيات لا تحمل بعدا وطنيا، ولكن يريدون أن تكون الجامعة صنعاء مثل ناحية من نواحي اليمن مؤسسة مفرغة من قيمها الأكاديمية ومن دورها. الآن تم إفراغ وهو عمل ممنهج منذ اللحظة الأولى. أنا أتذكر عندما أردت دخول جامعة صنعاء وفي بعد تقريبا أسبوع أو 5 أيام من الانقلاب، جاءني أحد ما يسمى باللجنة الثورية ويعطيني ورقة صغيرة هكذا فيها توقيع لدخول الجامعة، فأنا رفضت الدخول إنه يتم أنا في حرم جامعي ولا هناك إعلان حرية أكاديمية وأنا أستاذ أكاديمي في الجامعة. لا يمكن لي طفل صغير يرتدي زي شعبيا محملا بالسلاح أن يفرض الدخول والخروج. شعرت أن هذه الجامعة استهدفت منذ البداية، وبالتالي الآن الجامعة أصبحت فاقدة للقدرة على قيادة المجتمع، وبالتالي خلال هذه الفترة السيطرة على التعيينات، السيطرة على المرتبات، السيطرة على وهناك لدي معلومات كثيرة عن تعيينات لشخصيات لا تستحق أن ترتقي إلى أستاذ مشاركة أو إلى بروفيسور، وبالتالي نحن طلبنا من القيادات الوطنية مراقبة ذلك ومدنا بهذه الأسماء. لعند عودة الشرعية إلى البلد سنقوم بالعودة إلى الملفات والتعيينات وفقا لقرار رئيس الجمهورية بإلغاء كل القرارات. هذه مؤسسة جامعية اثنين. كل الذين نهبوا، وهي درجات علمية ليست يعني طبعا. نحن عندما نزور في يعني عندما نزور بشخص طبيب فهذا ماذا سيعطينا؟ وعندما يتم بهذا الغش في الجامعات وفي المدارس، هؤلاء يستهدفون التعليم ويستهدفون أهم المؤسسات في اليمن التي كنا نراهن، كنا نحن نتحدث ونقوم بنقد الجامعة باعتبارها، وتصريح من رئيس الجامعة السابق في فترة باسوراء عندما قال ستجد جامعة، كنا زمان في لحظة سابقة كنا نخشى أن تتم أن شهادة جامعة صنعاء لا تساوي ورق ثمن ورق الكرتون. نحن الآن عن ماذا نتحدث بعد كل هذا؟ صح. كيف يمكن اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ أحمد طارش الكاتب الصحفي من إب. مساء الخير أستاذ أحمد. يا مساء النور، أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا بالدكتور ربي الحق. طبعا دكتور، يعني الأستاذ أحمد، يعني استهداف المنهج للمعالم الجمهورية عفوا وخصوصا الجامعات، يعني بحملات التعبية ما قبل وطنية، ما الذي تعكسه برأيك؟ في حقيقة الأمر طبعا عمليات الاستغلال التعليمية والأكاديمية طبعا من قبل كل الجماعات الدينية دون استثناء ليست وليدة اللحظة، بالقدر الذي تمثل اليوم امتداد لذلك الاستغلال. ربما اليوم انه نشاهد استغلال سيء وقبيح الى حد ما، لكنه لن
تستعد عن الأهداف التي عملت الجماعات الإسلامية السابقة من خلالها على السيطرة على التعليم. في دول العالم الثالث عموما في دول العالم الثالث عموما يبدو أنه تركيز كل الجماعات أو الدكتاتوريات على التعليم هو المنطلق لسيادة وحكم البلدان. الحوثيون لم يختلفوا عن سابقهم طبعا، ولعلنا نتذكر كثير من طبعا الأحداث الوسطية، يعني الأحداث السابقة والمعارك التي دارت حول المعاهد العلمية والتي انتهت بتوحيد التعليم، لأن التعليم هو الركيزة الأساسية. ما لم يحدث هناك أو ما لم يكن هناك تعليم موحد، فإن الجيل القادم سيكون مشوه الهوية وغير موحد تماما ومنقسم على نفسه. في هذه المرة ربما أن الحوثيين اتجهوا منحى آخر، هم يدركوا تماما أن زمن الدكتاتورية والفاشية المنقرضة ولا وإلى غير رجع، فبالتالي هم يعملوا على زيادة أمد بقائهم في 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 في, في هذا الواقع الموبوء بممارستهم وسيادتهم. لم يدرك الحوثيون أنهم مهما عملوا أنهم إلى زوال، كل الجماعات الدينية منقرضة تماما، وبالتالي أي اعتماد على التعليم هو محاولة تشويه المستقبل. الحوثيون تواجدوا في الحاضر، لكنهم ربما طمعوا في أن يكونوا حاضرين أيضا في المستقبل من خلال تشويه هوية الجيل القادم وجعله ربما يكون أشبه بعبد لا يجيد سوى ترديد ما يقوله له سيده. نعم، إذن كيف تقيم الأمثلة كثيرة، لكن نعرف أنه الحوثيين طبعا ومحاولة سقوطهم على التعليم، طبعا التعليم هو جزء من بلد هم الآن يحكمون السيطرة عليه. ليست المشكلة بالحوثيين وما يقوم به، لأن الحوثيين ليس لا نعول عليهم تماما في أن يقوموا بأي شيء إيجابي. المعول عليه هو الطرف الآخر الذي لا زال ينتظر الأمور وكأن الأمر لا يعني. نعم، إذن أستاذ يعني كيف تقيم ردود الفعل المجتمعية والرأي العام بشكل عام حول أسبوع الصرخة كما سمي في جامعة صنعاء؟ طبعا هناك ردود أفعال ربما خجولة إلى حد ما نتيجة لقبضة الحوثيين طبعا على الواقع الذي نعيش فيه طبعا تماما، لكن مع هذا هناك ردود أفعال إيجابية ومحترمة. هناك ربما خط الدفاع الأول هم الكتاب، هم الصحفيون، هم الناشطون، وبالتالي هم من يعول عليهم إحداث تغيير وإحداث طبعا عملية ربما ردع لهذا الاتجاه. لو استرجعنا عفوا كان بدي أن أقول هذه طبعا الملحوظة، أنه لو استرجعنا كل العمليات التي كانت تريد والتي كانت تطال التعليم وربما تحويله عن هدفه تماما، كان يقابله دائما وجود مكون رادع لهذه العملية. الآن الحوثيون انفردوا بالسلطة تماما، المؤتمر الشعبي العام ليس له القدرة على مناطحة ومصارعة من الحوثيين وإعادتهم إلى جدة الصور تماما. نعم، إذن الجماعة اليمنية التي تشكل ربما أبرز منارات الجمهورية، برأيك هل هناك سعي حثيث لتدجينها وتحويلها إلى مؤسسة إمامية؟ نعم طبعا، هذه جزء من استراتيجية الحوثيين وإطالة بقائهم داخل السلطة أو داخل الواقع. التعليم طبعا سبق هذه الصرخة أو سبق ربما أنه توغل أيديهم في التعليم الأكاديمي أو الجامعي، سبقوا أنه محاولة لتغيير المناهج دون أن يتحرك الجميع أو يتحرك المكونات السياسية أو الناشطين أو الأندوبة أو المثقفين إلا القليل منهم لمواجهة مثل هذه الحركات. ربما أنه كثير من الكتاب الذين تعرضوا لعملية يعني ما يرمي إليه الحوثيون أو ما يهدف إليه الحوثيون من تغيير التعليم، تغيير المنهجية التعليم والسطو على التعليم ينتج لنا قنبلة موقوتة ربما قد تنفجر بالمستقبل. هذا ما علمتنا إياه الظروف وما علمنا إياه التاريخ طبعا من خلال كثير من النماذج على المستوى اليمني وعلى المستوى أيضا العربي والعالمي. طبعا الجامعات اليمنية الآن تتحول إلى ما يشبه جامعة خاصة للحوثيين. الغرابة في الأمر أن الأكاديميين ممن تعلمنا على يدهم الكثير
من مبادئ الحرية والنضال والقيم، هم أول من ربما انحنوا لعاصفة الحوثيين. قد يكون هناك الكثير من ربما يعني مشروعية ما قاموا بها باعتبار أن قبضة الحوثيين لا ترحم أحد، لكن مع هذا هذا جيل، ويجب علينا أن نخاف على جيلنا نحن. وبالتالي نحن الآن منوط بنا الدفاع عن المؤسسة التعليمية وعدم حرفها عن هدفها العام ومنهجيتها المعروفة أو الوطنية. تهديم التعليم معنى طول تهديم الولاء الوطني، خلق جيل لا يعرف سوى القنوع، لا يعرف سوى الانقياد، لا يعرف سوى الغباء والجهل. وبالتالي من حق أي شخص، من حق أي ديكتاتور أنه يتجه للتعليم لإطالة أمد البقاء أو بقاء في السلطة. كانت الدكتاتوريات المنقرضة، عفوا سيدتي، كانت الدكتاتوريات المنقرضة تعتمد على الجانب العسكري، لكن الجماعات الدينية الفاسية المتطرفة لا تعتمد سوى على التعليم في مد هذه الكثير من الأنصار والعبيد. نعم، أكثر تعليم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد طارش الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من إب. عودة إليك أستاذ الدكتور عبد الباقي، يعني تود التعليق على حديث الأستاذ أحمد خاصة فيما يتعلق بالأكاديميين ودورهم. بالنسبة لي طبعا دعني بس أعلق سريع الأكاديميين. نعم. نحن نتحدث عن أكاديميين، تحديدا الأكاديميين الذين هم ينتمون إلى ما يسمى بالفئة الهاشمية، كانوا يتحركون تحت التنظيم السري للهاشمية السياسية، وكان هذا التنظيم منذ السبعينات، منذ تم التوقيع حتى في الجامعة كان موجود، منذ توقيع الاتفاقية في السبعينات بين عودة الملكيين والجمهوريين وتقاسم السلطة وإعادتهم إلى مؤسسة الدولة، تم التخطيط لثورة مضادة منذ السبعينات، ثورة يعني سبتمبر، ثم جاءت في السبعينات لانقلاب 21 سبتمبر، كان هو الترجمة العملية لعمل بدأ في السبعينات. وبالتالي تم الانتشار في الجامعات، تم الانتشار في مؤسسة الدولة، في المؤسسة العسكرية، في الاستخبارات، من خلال تنظيم السري للهاشمية السياسية. وبالتالي هؤلاء الذين يحملون شبه الدكتوراه من هذه الفئة هم يتحركون في إطار مشروع انقلابي خطط له، لأنهم يعتقدون أنهم الأحق بالوصول للسلطة. وهنا سأربط أيضا بكيف عندما تحدثت عن ضرب منهجي، بغض النظر عن هذا التعبير المخزي للجامعة، والذي لا أقول مخزي لأن الهدف منه هو ضرب المؤسسة ويعني قتل فكرتها في المخيال الجمعي اليمني، أنها أصبحت مكان للحوثيين وأنها يعني أصبحت تردد الصرخة. هذا هو هدف إفراغها من مضامينها، وبالتالي تفقد قيمتها كقائد. وبالتالي سأتحدث هنا، نحن بالرغم من هذا لا أركز على هذه الصرخة، سأركز كيف يمكن لنا أن نحدث، كيف يمكن ننقذ هذا الموقف. سأذكرك بالمنهج، تم يعني هناك استهداف مباشر، هناك ما يسمى ثلاثة أطراف العملية التعليمية، تم استهداف الحركة الطلابية من خلال الترعيب والترهيب وتأسيس اتحاد مقابل، تم ترهيب الأكاديميين وهو الطرف الثاني. نعم. وبالتالي هذا الطرف الثاني من العملية الأكاديمية وإرهابه وترهيبه وإيجاد مؤسسة منافسة وبديلة إحلال، ثم تم ترهيب الإداريين الطرف الثالث العمل الأكاديمية من خلال التحكم في المرتبات الفاصلة، التهديد، وهناك كثير مفصولين ومهددين إذا لم يخضعوا لهذا. ولهذا هذه الصرخة، إذا ما أردنا أن نتحرك في إطار العملية الوطنية وكيف يمكن للسلطة الشرعية أن تحافظ على مكتسباتنا. نعم، ونحن في اتصال يعني مع الدكتور الظهري، كنا نود أن يكون معنا يعني وهو رئيس نقابة الأكاديميين، يعني تحدث أن جامعة صنعاء لا زالت تقاوم، وهناك العديد من الأكاديميين الذين ما زالوا يتحدثون عن الحريات والذين يقاومون منهم. وهذا ما كنت أود القول، أن كل هناك مخزون لليمن الجمهوري، مخزون أكاديمي كبير، هذا الضغط المهم هو الآن بقوة الانقلاب، بقوة التهديد بحياة المواطنين والتهديد بالوجود، لكنهم لن يستطيعوا أن يغتالوا أو يكتثوا فكرة الجمهورية والتعليم الحر والمواطنة. هذه عمليات قمعية، ولهذا على السلطة الشرعية أن تقوم بحصر المجال، بمعنى عليها أن تعيد، أن يكون الضرر أو الأثر منخفض. كيف يتم ذلك؟ برفع الاهتمام بالجامعات في تعز وعدن ومارب، بما يجعل الضرر في حيز جغرافي أقل ويمكن التدخل ومعالجته. عندما يتم هناك
إهمال المؤسسة الأكاديمية والتعليم والجامعات، ولا نسمع تعيينا ولا حضورا ولا ممثلا، وهناك عبث ممنهج في جامعة صنعاء، يعني أننا حتى إذا عدنا واستعدنا الجغرافية اليمنية نحن سنعود إلى 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 ما يسمى إلى فوضى، إلى اللاوطن. لدينا مؤسسات، الإرشيف مدمر، لدينا هيئة تدريس وهمية غير كفؤة، عقائدية لها ارتباط. الآن الجامعة أصبحت أحد المؤسسات للاستغناء والغناء الفردي، لتمويل المجهود الحربي، لإضعاف دولة. نحن أمام عمل شديد، لذلك عندما نحن نشاهد هذا أنا أتوقع أسوأ من هذا، لأننا أدرك أن هؤلاء الذين ليس لديهم ما يسمى بالرصيد الأكاديمي يبحثون عن موقع إداريا. لهذا عندما المواطن، عشان نفسر للمواطن أسهل، عندما يكون هناك موظف غير كفء يقدم خدمات بالغش، بتقديم خدمات للمسؤول، لأنه يخاف إن خرج من هذا المستوى لن يستطيع أن يكون، لا يستطيع أن ينافس. عندما يكون أكاديمي ليس له رصيدا، لم يقدم بحث من 20 سنة، ليس لديه كتب، لم يقرأ منهجا منذ أن أخذ الدكتوراه، بينما هو يستلم مرتب للقراءة مقابل قراءة. هؤلاء الذين يفتقرون إلى القيمة الأكاديمية، إلى له قدرة أن ينافس في أي جامعة خارجية، يصبح يقدم خدمات ويخضع للصرخة، ومستعد أن يقرأ، أن يعتبر عبد الملك الحوثي وحسين الحوثي هؤلاء مراجع علمية وأكاديمية، وينظر لذلك هؤلاء مفرغون مفرغون ومهزوزون. لذلك إذن اسمح لنا الدكتور أن نستكمل حديثنا أنت وسادة المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور. دكتور، يعني برأيك لماذا التركيز على جامعة صنعاء منذ الاجتياح والانقلاب، وأنت تحدثت يعني كيف تم معاملتكم كأكاديميين من يعني أطفال سموا باللجان أو لجان شعبية أو الأمنية، تعطون قصاصات حتى تتمكنون من الدخول إلى الحرم الجامعي، لما كان هناك أهمية أوليت لها جامعة صنعاء؟ دائما الجامعة من مساحة جامعة صنعاء انطلقت الثورات الشبابية، من الجامعة تقاد عملية التغيير، من الجامعة هناك عدد هائل من الطلبة في جامعة صنعاء، هناك ما يقارب 2000 أستاذ فقط وتقريبا 100,000 طالب أو أكثر في جامعة صنعاء. هذه الجامعة هي التي تستطيع أن ترفض هذه المشاريع، هناك بغض النظر عن مستوى التعليم الهش، عن المناهج القديمة غير مواكبة للتحديث، ولكن هناك ما يسمى بالرسمان الوطني، هناك تراكم في الذاكرة الطلابية لليمن الجمهوري، للحرية، للمواطنة، للظلم، للعدل. يعني هناك من الرصيد المتوفر والمخزون، هناك صورة الوطن، صورة اليمن الجمهوري، كل هذا الرصيد متوفر ويمكن توظيفه. ولكن عندما جاء الانقلاب، جاء الانقلاب والجامعة فاقدة يعني المفاصل صناعة القرار، مفاصل الإدارية والأكاديمية خارج سيطرة القوى الحية لصالح الحزب الحاكم سابقا والأحزاب المتنازعة، حتى الأحزاب السياسية كانت لا تستطيع التمييز بين العمل النقابي والعمل السياسي، وبالتالي كانت تتنافس على الجامعة للسيطرة على المجال العام، وكان هذا خطر، أكبر عدد من الطلاب، وهذا أضر بالجامعة لأنه أفقدها القدرة على ما يسمى ممارسة الديمقراطية ودفعها نحو المجتمع. وبالتالي عندما اتحاد الطلبة يتم انتخابه، العميد يتم انتخابه، رئيس الجامعة يتم انتخابه، يتم يعني رد الاعتبار للأكاديميين والاعتراف بهم. لكن كانت جامعة صنعاء ميزانية أحد المطاعم في صنعاء تفوق 100 المرات عن ما يخصص للمكتبة أو ما يخصص للعمل الأكاديمي والبحثي. جامعة منهكة مستنزفة، شهايدها مزورة، هناك عمل منهجي لعدم توثيق الشهائد والخريجين حتى يتم تزوير الشهائد ويعني التلاعب بنتائج الجامعة. كان هناك استهداف، كان هناك استهداف بتعيينات أمنية في الجامعة، ولكن هذا شبه التراث الموجود. جاء الحوثيين باستهداف مباشر لأنهم كانوا يخشون من أن تنطلق
أول حركات الرفض لهذا المشروع وستنطلق من جامعة صنعاء، أنا أؤكد ذلك، وستخرج من جامعة صنعاء، وما زلت أحمل ذلك الثقة، من جامعة صنعاء الجماهير الطلابية وأطراف العملية الأكاديمية برفض هذا المشروع إذا ما اقتربت السلطة الشرعية باتجاه العاصمة صنعاء، أو إذا ما أعطت إشارات عندما يتم الاعتناء بالموظفين، عندما توجد إدارة تتابع المفصولين من الذين يقامون الانقلاب ويمدوهم بالمرتبات ويتابعوهم، عندما يتم استدعاهم إلى مأرب وإعداد ومراقبة بمعنى حتى جامعة عن بعد مع الإطراف. وأنا هنا أركز وأكرر من منظور وطني، ينبغي أن نحصر الضرر، بمعنى جامعة صنعاء أكبر جامعة، لكن كما قلت إذا ما تركنا جامعة صنعاء لهذا الاستهداف المنهجي، وأيضا ساهمنا بتعميم هذا الاستهداف من خلال الإهمال، حتى وإن كانت جامعة تعز التي تم فيها الاعتداء على نائب العميد قبل يومين في جامعة صنعاء، ينبغي أن نرفع مستوى الأكاديمي من حريات أكاديمية، من إعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي، من الاهتمام بمواكبة التعليم بظل أثناء الحرب وأثناء القتال من أجل الجمهورية. ننبغي السلاح، سلاحنا ليس فقط ضد الحوثي يعتمد على البندقية، سلاحنا يعتمد على التسلح بالعلم، على ترسيخ فكرة الجمهورية، على أن تكون الجامعة صرحا علميا قادرا على بناء جيل واعي ومتمكن منافس وفقا لمؤشرات التنمية البشرية التي تقول تكافؤ الفرص، بمعنى أن يكون الطالب اليوم لديه لغات ولديه منهج ينافس فيه اللبناني، ينافس فيه الأمريكي، هذا هو تكافؤ الفرص. كنا نعاني من فجوة بين الريف والحضر، نعاني من فجوة بين الإناث والذكور، نعاني من فجوة بين التعليم بالأرياف والمدن، نعاني من فجوة كبيرة، نحن لدينا إرث كبير. لكن أقول للسلطة الشرعية وأكررها، أنكم تغتالون الشعب اليمني وتغتالون مستقبلنا بهذا الإهمال، لأنكم تركزون على عملية عسكرية متقطعة، تهملون الجامعة في عدن، في تعز، في كل المناطق، في مارب، في كل هذه المناطق، ويمكنكم أيضا أن تعطوا نماذج إيجابية للحفاظ حتى يكون الضرر المحصور، أو يعني المكان للحفاظ، يعني المجال الأكاديمي الذي تم تدميره إلى حد ما إذا ما تم إنقاذ ذلك. وأنا متأكد أنهم لن يستطيعوا أن يغتالوا أو يدمروا الجامعة تماما، لأن هذا المشروع لا أقولها مبالغة ولا أقولها تعبئة، أقول أن الجمهورية راسخة وثابتة ولن نتنازل عنها. بهذا الشكل دكتور، يعني رغم رسوخ الجمهورية بهذا الشكل وبهذه الشعارات، يعني الصرخة في وجه المستكبرين، تأثيرها، تأثير الصرخة على واقع ومستقبل الأمة، يعني هل هناك استخفاف بالعقل الأكاديمي بالطلاب في جامعة صنعاء؟ يعني هل يعقل أن طالب في الجامعة حتى وإن كان سنة أولى يعني تدخل عليه مثل هذه العبارات؟ هذه تستهدف الجماهير، ما يسمى ب الجماهير الإنقلابيين، تستهدف كثير عندما يعتقدون الجماهير البسيطة، ويتم بث كثير من الأخبار في وسائل الإعلام أن جامعة صنعاء والصرخة وسيدي حسين ومش عارف هذه الهلمة والبخور، هذا كامل يصدقون أن هذه الجماعة لها من الأتباع وأن حتى الأكاديميين معهم. نحن أمام جماعات أنا أعتبرها وأقولها ليس تعصباً وليس تحيزاً وليس إلقاء تهم، هؤلاء أنا أعتبرهم أنهم خانوا الوطن وخانوا الأمانة الوطنية وخانوا العهد الأكاديمي وخانوا الحريات الأكاديمية. هؤلاء يغتالون اليمن مثلهم مثل الميليشيات في الحدود التي تقتل اليمنيين، مثلهم مثل الذي حاصر مدينة تعز، هؤلاء يغتالون المستقبل اليمن. يعني إذا كانوا يعني جعلوا هذه الحافظوا على الأقل على المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والقضائية، هؤلاء لا يحملون مشروع مستقبل. الذي يحمل مشروع مستقبل لا يدمر مؤسسة الدولة، الذي يحمل مشروع مستقبل لا يدمر المستشفيات، الذي يحمل مشروع مستقبل لا ينهب البنك المركزي، الذي يحمل مشروع مستقبل الذي يحمل مشروعا وطنيا لا يحاصر أبناء تعز، لا يقتل أبناء عدن، لا يقوم بقصف المدنيين بأسلحة لتهديدهم وتروعهم، لا يقوم بكل هذه العمليات. هؤلاء يحملون مشروعا ضيقا لحكم اليمن بطريقة الإمامة، وأنهم الأحق بالسلطة، وبالتالي يدمرون المؤسسة الجامعية جامعة صنعاء لتكون مفرغة. ولكن أنا أقولها من معرفتي بجامعة صنعاء، صحيح أن هناك كثير من الأتباع لهم، أن هناك كثير من يريد أن ينهب، وهناك من هو تحت الظرف المادي ربما يخضع لهذه الصرخة ويحضر من أجل الاستفادة، ولكن هؤلاء نحن نعرفهم وستأتي اليوم. ونحن نقولها صحيح أننا أيضا نحن
تحدثنا عن إحباط السلطة الشرعية، ولذلك نحن نقول أن مشروعنا الوطني ومشروعنا الجمهوري لن نتنازل عنه، وإن استعابة اليمن الجمهوري بكل جغرافيته مشروعنا ليس لمدة يوم أو يومين، لسنوات لعقود سنستعيد جمهوريتنا ونستعيد مؤسساتنا، لن نقبل بغير اليمن الجمهوري القائم على المواطنة المتساوية. بالتالي هذه المشاريع الضيقة والصغيرة التي جاءت نتيجة لفشل المشروع الوطني لا مكان لها في اليمن، بما فيها مشاريع الانفصالية، بما فيها مشاريع الطائفية، بما فيها مشاريع زيدي شافعي أو سنة شيعة، كل هذه المشاريع الصغيرة السلطة الشرعية الآن تلعب باستراتيجية متجزئة، تقوم بعملية عسكرية متقطعة، لا تتدخل إنسانيا بهدف إنقاذ المواطن اليمني وإمداده بأسلوب الحياة، لا تدير حياته اليومية، لا تحافظ على المجال الجغرافي. يعني أنا أعلم أن هناك من يحارب السلطة الشرعية ومن هناك من يستهدفها ويضعفها بهدف خلق واقع آخر، ولكن بإمكان هذه السلطة التي نحن فوضناها أن تحافظ على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، أن تخفف الضرر بأن يكون لديها استراتيجية إدارة صراع، بمعنى أن الحوثيين يستهدفون الذاكرة الوطنية من خلال تغيير المناهج المدرسية، يستهدفون تدمير مؤسسات التي القائدة أو الطليعية القادرة على قيادة المجتمع، يستهدفون المؤسسات الأمنية والاستخبارات، يعني يغيرون الذاكرة، يستهدفون ذاكرتنا الجمهورية من خلال إلغاء الرموز الوطنية، يستهدفون أسماء شوارعنا، يستهدفون أسماء أبطالنا الثوريين والجمهوريين منذ قيام ثورة سبتمبر وأكتوبر، يستهدفون كل هذه المنجزات. هؤلاء عندما نواجههم بهذه المشاريع المتقطعة والعرقاء، عندما نقابلهم بهذا الغياب وهذه الرؤية القصيرة المدى، ينتصرون حقا، لكن إذا كان لدينا مشاريع تحقيق ما يريدون فعلا. يعني انتقالهم من الجامع بداية دكتور إلى المدرسة ثم إلى الجامعة بهذا الشكل الفج، ويعني تحضر لديهم مفاهيم في شعاراتهم وفعالياتهم مثل الأمة الوطن، ما الذي يقصدون به؟ يعني هل يعنهم معنى الأمة والوطن؟ هناك تناقض واضح، لا علاقة لهم بالوطن، لهم علاقة بالسلطة. هؤلاء هم شوفي القيادات الحوثية أو ما يسمى الهاشمية السياسية لديهم وضوح تام ولديهم استراتيجية واضحة، ما يسمى تضليل الرأي العام، تعميم الجهل، كل هذه العمليات ممنهجة بالخطاب الإعلامي، بالحديث عن الخروقات، بالحديث كل هذا استثمار الموروث التاريخي، استثمار المخيال الجمعي الإسلامي والقومي، استثمار حربنا مع إسرائيل، استثمار مواقفنا القومية زي ما حزب الله استثمر القتال مع إسرائيل واستثمر ذلك، كما إيران تقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ومش عارف إيه، وهي لديها علاقات حميمة ومستخباراتية وتنسيق وكشفت وإظهارات، كما هؤلاء الذين هربوا التوراة كتابنا التوراة إلى إسرائيل، كما هؤلاء الذين أعطوا وعدا بأن يعني يعلمون اليهود أنهم لن يحرروا القدس لأنه ليس لا علاقة لهم بالقدس، إيران تريد لها مكان في منطقة الشرق الأوسط، والحوثيين لا علاقة لهم بإسرائيل ولا علاقة لهم، يريدون العودة إلى السلطة ولن يحرروا القدس، لا يريدون القدس، هم يريدون صنعاء ويريدون يحكمون ويريدون يعودون إلى السلطة، هؤلاء أصحاب المشاريع ما قبل وطني. لذلك أقول أن السلطة هؤلاء تحت السيطرة ونحن قادرون على أن نحقق انتصارات، لكننا نفتقر إلى استراتيجية متعددة المداخل. لذلك هم يتحركون في عواصم العالم بأيادي ناعمة، ويتحركون عن الظلم والمظلمة وعمل انتهاكات، ولا يتحدثون عن انقلاب. إذن اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور فيصل الحديدي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة. مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور لك والإخوة المشاهدين والحضور. أهلا بك دكتور. يعني جامعة صنعاء من شعار الجمهوري إلى الصرخة الحوثية، كيف تفسر استهداف الجامعات بهذا الشكل؟ ربما الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلد لا تجعل مثل هذه الظواهر ظاهر حقيقية. أولا الذين مثلوا هذه الصرخة أو هذه الندوة في جامعة صنعاء ربما هم قلة، يعني وهم سيئون سواء الآن أو قبلا أو بعدا، لأنهم دخلوا إلى الجامعات بظروف استثنائية لا تليق الجامعة بهم، هذا أولا. ثانيا هناك أناس ربما أيضا من الخوف
وخطوة العنف الذي تمارسه جماعة الحوثي يضطر إلى أن يمارس معهم نوع من المداهنة. تعرفي ليس كل الناس شجعان عندهم استعداد أن يقدموا رقابهم أو أموالهم أو أبنائهم في سبيل موقف قد يمكن أن يجامل به مثل هكذا صرخة أو ندوة في جامعة. فالحوثيون للأسف يستخدمون العنف أشد أنواع العنف، يعني الإنسان ممكن يستهدف ببيته بأبنائه برقبته، وبالتالي عندما يطلب منه مشاركة كهذه لا ينبغي أن ننظر إليها بأنها خارج إطارها السياق الاستثنائي لما تعيشه البلد يعني. نعم، إذن ما مخاطر مثل هذا السلوك على التعليم الوطني من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد بأن هناك مخاطر على نوع من الناس يجهلون الحقائق، لكن أيضا هناك جوانب إيجابية، أي أنها تقشع الظلم عن بعض العقول ليعرفوا حجم ضرر وكارثة هؤلاء الحوثيين والانقلابيين وماذا خطرهم على البلد، بحيث أنهم أرادوا أن يحولوا الناس كقطيع، يعني في اللباس في الألوان في الصرخة. يعني اليوم الناس يبحثون عن ملياري كوكب خارج الدرب التبانة، وهؤلاء يصدرون للناس الصرخة. لا أدري إن كانت الصرخة لها من إيجابية، فالحمير هي أعلى أنواع الصرخة، ترددها منذ أن نشأ الله الأرض عليها وبعثهم إلى الحياة. نعم، إذن الدكتور، يعني محاولة غرس الأفكار الطائفية داخل الصروح الجامعية برأيك هل يعني سينجح أم سيبوء بالفشل؟ يعني وسيتصدى له من يحملون يعني هم وطني حقيقي؟ التصدي متسع، يعني بقدر الهجمة الشرسة على العقل اليمني وعلى المناهج وعلى المدارس وعلى الجامعات، لكن هناك جمر تحت الرماد، فإذا ما تسنى لهذا الجمر أو إلى هذه أن تشتغل ستحرق هؤلاء الآثمين على هذا البلد. لكن هناك قلة متعاطفة، قلة جاهلة، طبعا تقع تحت التأثير، لكن هؤلاء ليسوا في الجامعات وليسوا في المدارس، هؤلاء مجرد قبائل وعسكر وأمين في الأرياف، لذلك هم يرمونهم إلى ساحة الوغى والمعارك بدون فائدة. أما الناس الذين يمتلكون عقولا فهم يحتفظون في مثل هذه الكوارث في عقولهم وفي أذهانهم، سيأتي اليوم يصفونها يعني. نعم، إذن دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة أخيرة لك دكتور عبد الباقي في دقيقة، برأيك ما هو الدور الأكاديمي والطلاب إزاء هذه الحملة المنهجة التي تستهدف الجامعات بشكل عام؟ أعتقد أن في دقيقة لا يكفي، لكن سألخص المطلوب الآن. نحن الآن نجد غياب للدور لتوظيف جامعة عدن وجامعة تعز وكلية التربية في مارة وكل الكليات والجامعات في الأماكن في الجغرافيا المستعدة الوطنية. وبالتالي أنا أتفق مع الدكتور فيصل بأن، وقلتها في السابق، أنني مؤمن أن هذا المشروع سيفشل، وأن هناك قوى وطنية حية وهناك قوى أكاديمية حقيقية ستلعب دورا هاما عندما تثق بالسلطة الشرعية وتثق أنها قريبة وأنها تحقق كثير من الانتصارات أو تقترب من هذه المؤسسات على الرسالة للسلطة الشرعية. أن حتى الآن لا نسمع عن جامعة عدن، لا نسمع عن جامعة تعز، لا عن دورها في ما يحدث، ولا عن منتديات، ولا عن تموضع خلف السلطة الشرعية، ولا عن تعيينات لها، ولا عن حضور أكاديمي لها. هذا هو الغياب الذي يقضي على أهم مؤسسة قائدة للتغيير، وعلينا وعلى السلطة الشرعية أن تعطي دورا استراتيجيا لهذا وتقوض مساحة الضرر في جامعة صنعاء، وتعين رئيس الجامعة في جغرافية قريبة، وتسحب كثير من الموظفين إلى تلك الجغرافيا ليتم التحكم. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي جمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر يعني هنا في الاستوديو. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن استماع مشاهدتكم ومتابعتكم لنا. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.